لكن لو جالك الفرصة، يعني أنا لسه هو من شوية جاتني. كنا بنتكلم في فقرة قبل الفقرة دي بنتكلم عن الأديب العالمي نجيب محفوظ وقد إيه هو انغمس في المصرية في أدبه أو بأدبه، والأعمال اللي كتبها والأعمال السينمائية اللي تحولت بعد كده يعني، أو الأدب تحول للسينما وصل للعالمية بعد كده لما أخذ نوبل. لو جالك الفرصة دي في يوم من الأيام وتعرض عليك مثلا بعد الحسن والحسين، أنت آخر حاجة عملتها الحسن والحسين، بالظبط. لو جالك مثلا دور في فيلم يعني حاجة عالمية، حاجة بيج برودكشن يعني بيج إنتاج هو كبير. اساسا جاتني قبل الحسن والحسين، جاتني بكينجدوم اوف هيفن، بس انا رفضت الموضوع لانه يعني انا ارفض اني اكون مكمل لشيء او ارفض اطلع بالشكل العربي بصوره لا تليق بالشكل العربي، حتى وان اللي شاف فيلم كينجدوم اوف هيفن حتى دور صلاح الدين كان في حاجات يعني حاجات مغايره للواقع وضد اللي كنا بنعرفه عن صلاح الدين الايوبي. وعلى سبيل المثال لما بيحمل الصليب في اخر الفيلم، يعني هاي مثلا لحالها بكوم انا برايي، كيف صلاح الدين الايوبي يحمل الصليب على الارض وهو اللي اصلا كان عم بيعمل حروب ضد الروم وضد الفرس، فشيء مش منطقي. فانا ارفض اكون ضمن معادله وفكر غير فكر اللي انا بنتمي له. هو انه يشيل الصليب ده يعني ممكن تكون وجهات نظر، يعني انك وجهات انت ممكن هي تكون اسقاطات. تاخد اسقاط على انك انت تاخدها ايجابي او تاخدها بشكل سلبي، ان هو ممكن يكون حاجه متسامحه، حاجه دين متسامح، يعني هي وجهات نظر. ولكن لو جالك برضو، معلش انا مصمم، ما فيهوش ماسك الصليب يا سيدي في الاخر، ماشي، يعني هترفض يعني اكيد هرفض. برضو؟ اي انا ضد اني اشتغل في اي فيلم. ورد علي الاردن ينتج فيها وينفذ انتاج بعض المشاهد من افلام عالميه كثير، واكيد في ناس بتعرض علي هذا الشيء، بس انا دائما رافض. وحتى قبل لا اجي لمصر كان في مفروض اني يكون فيلم من بطولتي انا، وبعمل في دور اسرائيلي عربي يهودي عربي في هذا الفيلم ورفضته. طبعا طيب، يعني على فكرة انت هي من وجهة الممثلين نظر، هي وجهة قليلين نظر، هي وجهة في نظر. العالم كله ان شوف هو انا ما يبقى بشتغل، انا ما بشتغل من اجل يعني انا بشتغل نوع اهم من كم واهم من مادة، فانا ما كويس قوي. بشتغل من اجل، لا بشتغل يعني بحب، عشان هيك تشوفني بالسنة بشتغل عمل او عملين مش اكثر، وجهة عشان نظر اكون تحترم، وجهة نظر انك انت عندك وجهة نظر بتحترم وانت ماشي في سكتك وربنا يوفقك طبعا 100%. انت بتعمل ايه هنا في مصر بقى؟ انا جيت لاكثر من شيء. جيت عندي اجتماعات مع منتجين مصريين يعني لدراسة بعض المشاريع اني اكون ضمن الساحة الفنية العملاقة المصرية. سر سر لانه لسه ما فيش شيء على ورق، ف يعني ما بقدر افصح عنه على اساس ما لا يحسب علي. يعني، هل هو انتاج مصري انت هتخش فيه ولا انا حكون ممثل. هلا انا جيت لشغلتين، الشغلة الاولى دعوة من منتجين لانه يعرضوا علي بعض الاعمال المصرية، very good كويس. وعندي شيء تاني اللي حبلش فيه في شهر 3 اللي هو شيء من إنتاجي وإنتاج سعودي، حيكون شيء تاريخي اللي هو مسلسل علي زين العابدين. النص في مرحلة الكتابة الآن، حنبلش تصويره بشهر 3، حيكون تصويره ما بين الأردن ومصر. طب فيري جود، ربنا يوفق يا رب ان ربنا شاء الله. شكرا. طب اخر سؤال، ايه رايك في الخطوات اللي عملها اياد نصار في القاهره او في مصر؟ إياد نصار أنا برأيي فنان من أذكى الفنانين اللي ممكن تتعامل معهم، بمعنى ايه بمعنى اذكى؟ إنه فنان مجتهد وعنده إمكانيات. أنا برأيي ظلم في حياته إياد. هو أي نعم جاء إلى مصر كان بطل في بلده أو مستوى بلاد الشام خلينا نسميها بعد عمل الأمين المأمون. أنا بهنيه وهو صديقي طبعا، وأنا بس ما بجامل بالفن، بس انا بهنيه على انه قدر يثبت نفسه ضمن مجموعه العمالقه الموجودين في الساحه المصريه اللي انا بحترم العديد من سواء من الجيل القديم او الجيل الحديث. نعم فقدر يحط بصمته كفنان عربي مش اردني، بس كفنان عربي، ويكون ضمن هاي المعادله اللطيفه. أنا مش عايز أختم معاك، لكن وقت حبيبي الفقرة والبرنامج أساسا خلص كمان. شكرا. فيعني أنا نفسي أسألك أسئلة كتير، طب ممكن أسألك سؤال اوكي تابعت، طيب قدرت تتابع في رمضان الأعمال التلفزيونية التانية المصرية، إنتاج المصري مثلا، عجبك إيه ما عجبكش إيه سريعا كده؟ يعني انا كان عندي عمل تاني بدوي ما قدرتش اتابع نفسي فيه، بس كنت اتابع الاعمال اللي هي قبل الحسن والحسين، مثل
مثل الريان، عجبني الريان وبس، هذا العمل الوحيد اللي تابعته مصري يعني. الفنان الأردني محمد المجالي، والمجالي بالمصري. أهلا بيك في بلدك تاني مصر، ومصر دايما بتبقى فاتحة دراعاتها، يعني حتى واحنا في وسط الثورة برضو طبعا هنبقى فاتحين دراعاتنا لأي عربي أخو لينا، وفنان زيك متميز. شكرا، وانا بشرفني اكون في بلد الثاني مصر، وهي فعلا البلد اللي دائما فاتحه ايديها لاي مبدع او اي فنان حاب يعمل شيء على مستوى الثقافه والفن العربي. شكرا ليك يا فندم. مشاهدينا، ده كان يومنا النهارده، وبكره يوم جديد ونهار سعيد. سلام عليكم.